السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتكم في الهي عالمي وكان اليوم اوكي. طبعا زي ما شفتوا انتو كان المفروض ان يكون الفيديو هذا قتال سانت، بس طبعا الكمبيوتر حقه توفى والفيجوال تحكم فيها مرة معوق، فقررت بس الانترو عشان علشان خاطر اللي حين طلع لكم في الشاشة اللي هو اكس داش اكس بي جاهد. طبعا ان شاء الله يكون نطقت اسمه صح. فطبعا قررت بس هو الانترو علشان ما ماني قادر انزل قتل سانز. خلونا نكمل الفيديو. ليش قاعد نسرح مكافس كثير؟ لان حاليا افضل لعبة قاعد العبها. يمكن في الدفاع زي يكون كود، بس اذا عندكم العاب بين قوسين مجانية فا اكتبوا لي في التعليقات. خلونا نبدأ. طبعا نسيت اقول لكم ايش هو هدف اليوم. طبعا هدف اليوم زي ما الحين طالع لكم اني اضبط الارضية واسوي السقف، وبعدها يمكن اروح كذا منجم. طبعا افكر بعد ما نغلق السلسلة حاول نسوي سبيد رن، اغلق بسرعة ما عندي. اوكي، فطبعا زي ما انتم شايفين عم نسوي البيت الان ثالث فيديو، بس لازم لانه البيت هذا حعيش فيها لين نهاية السلسلة. وطبعا الله يعين على السبيد رن لانه حظ جميل. طبعا ليش انا صرت اسرع المقاطع كثير؟ لانه واحد انا ما احب اقطع، اثنين لانه اصلا اغلب وقت ما اتكلم، اغلب وقت اصلا ما عندي كلام. فاذا تبغوني انه اصير ما اسرع المقاطع حصير اسوي اشياء اقل، يمكن تسمعون ساكت. فاذا تبغون ما اسرع المقاطع اكتبوا لي في الكومنتات. خلونا نكمل. This big brain time. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Oh! عن كذا رجعت لكم في اليوم اللي بعده، لأنه بس أنا قاعد أصور صارت أشياء كثير، فما قدرت أكمل التصوير. فخلونا نكمل.
Oh.